اخوتي دابا حنا غاديين اي حاجه غنصورها لكم غادي نمشيو للكلينيك والطبيب اللي عطانا بلاصه الكلينيك غادي نمشيو ليها غادي نشوفو الثمن شحال ونشوفو نهار غادي يحيد الحلاقه واش اليوم ولا غدا ولا بعدو مكرهش انايا تكون العمليه رخيصه ويكون نيت على اقرب وقت تكون العمليه حيت الولد كيتخنق كما قلت لكم حتى لكم واحد اللقطه وهو مسكين اليوم السلام عافاك طالع لي الدم وفي لي عالم بيو في سبلا العزائم دابا حنا غاديين واي حاجه غادي نصور عليكم دابا خوتي وصلنا للكلينيك اللي صيفطنا ليه الطبيب ودابا حنا داخلين ليه حنا جايين ونشوفو شنو كاين ونرد عليكم باش ما كان داخلين كما كتشوفو دابا جينا صحابنا عصر 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 نظرنا ونحن نقول خصوصا اثنين باش نبدا ندير العملية باش نرتاح نهار إلى نهار وبكي مازال وصلني هنا أصلا ندير العراقي لكن نهار الأربعاء جو غادي يقولوا التحاليل ضروري تحاليل عادي باش يديروا لي العملية حنا غنشوفو غادي يشوفو يديروا لي الجن عاوتاني لأن راه مكيسمعش مزيان ما فهمت أنا ضغط 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 كل العملية ها هو وسيم مازال مريض كنت بابا عندكم دعوا لي معاه الله يشافيه ويعافيه ووقف معاه والله سبحانه وتعالى والله يشافيك حبيبي وسيم وخليك لينا احنا معاك وما عمرنا نتخلاو عليك تولدنا وحبيبنا وتشفق راسنا وسيم شنو بغيتي يا الله الله يخليك لينا ولدي صراحه باش نقول لكم اللي عنده شي ام يتهلا فيها حيت الام هي كل شيء في الحياه الام هي اللي كتعاني ملي كيمرض ولدها ولا بنتها هي اللي كتعاني وكتهز واحد الحمل كبير تلعب كذلك ولكن ماشي بحال الام الام كتسهر كتعلم كتشوفو داك يتعلم كتعلم معاه شحال من حاجه هو الله يخلي لنا كاع وليداتنا ولا عنده شي ام الله يخليها لي وشكرا لكم بزاف سامي وخا مهمومه كتكسر مع الدريك كتعاوني لي مع وسيم بفضل الله وبفضل ديالكم ان شاء الله وسيم غيولي بخير نهار الاربعاء ان شاء الله غادي يدير تحاليل باش ان شاء الله غيديروا لي العمليه ودعوا معاه بالشفاء العاجل ان شاء الله وراحنا كنبغيوكم كاملين وانت وسيم كيبغيكم وكيتفرج عليكم حتى هو ان شاء الله ملي غيكبر غيشوف هاد لا فيديو كيفاش كتدعيو معاه سلام غيعجبو الحال ومتتبعين تلاقيت معاهم هاد النهار هذا شكرا لكم بزاف على الحب ديالي خوتي كما كتشوفو ماشي مع الكلينيك انا مع الاربعة اللي كنا غنديرو باش غادي نعاونها ونتسنى المهم السلام عليكم خوتي قلت لك قلت لكم ان شاء الله غنديرو حتى مع الاربعة عاد غادي ان شاء الله غيديرو لي التحاليل باش غادي يديرو لي العملية قال لك السيد ناقص لي السم وقال لك عنده الجلود وقال الجلود ناقصين لي السمع وعنده الجلود الجلود والحلاقه ما قال دابا في لي عندي قالنا دخلنا بعدا اول حاجه 300 درهم وعنده التحاليل سميتو ماشي مشكل الحلاقه عند الله والحمد لله التحاليل واخا غاليين ماشي مشكل على وجهه ولدي ما يعني شي حاجه ما خساره فيه والله الا مع الصبر في العالم ديا انا يا ولدي كيتقطع قدامي حيت ما نكذبش عليكم الام هي اللي كتعذب والاب كتعذب على كيقول لك الام ثم امك ثم امك ثم امك عاد ابوك علاش الام كتعذب هي اللي كتسهر اللي كتشوف ولدها معذب ما كتعرفنا شكون اللي كيسهر انا كنقيم قابله كيتخلق كنهزو نهزو وحده باش يرجع السوفي ديالو هذا بعدا يخرجوا لي الطوال عطيه لي حيت انا عطيه لي باش يرجع ما كاين والو صافي انا معصب بزاف عليكم ما كان دابا 3 ايام ما نعرف يوم 3 ايام ما درتش لكم حتى شي فيديو باش ما نبقاش يعني برزتكم معايا كنقول ان شاء الله تيبرى ولكن الناس كيسولوا عليه تقول لي وسيم كيبقى وسيم مريض مازال كيتخلق بزاف
العظيم قلت لها تخرجي من يلا البحر نتنفس شويه. هو كيعوم انا ما بغيت نعوم لا ولا بغى نتنفس شويه. ها هو مسكين كيضحك وريه هو راه مريض مسكين. هو ان شاء الله نهار الرابع يكون العمليه نهار عاشور وان شاء الله يكون خير هادشي اللي كاين يكون خير. هادي عو معايا وصافي. قال لك واحد خيتها واحد البنات بعد الوحدين قالوا لك كتصوري ولدك في زيد ديال السبيطار وماني انا كنصور. عرفتي علاش؟ قال لك 40 ما عرفتش نقول اش كيقولوا لها حتى. قال لك شفنا الناس اللي ما كتعرفهمش كيدعيو لك مع ولدك ولا مع شي واحد مريض. دعوة السم مستجابة. تكون مستجابة. بلا كان عقله صغير انا اي حاجة كنشاركها معاهم كنبغي انا الدعوات لهم. صافي هادشي اللي كان ربي هو اللي كيحل البيبان وربي هو اللي كيشافها وربي هو اللي كيسد. هادشي اللي كاين وحتى ما درت القناة كنشاركها معاكم. صافي. اجي عند الطبيب اجي. باش كتحس ساعات خدامة؟ الحمد لله انا كنحمد الله وشكرا شكرا وكذب على اي حاجه كترى. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. واش قال لك العمليه الاربع؟ لا تعالي ها وعد العمليه صافي. قلت لي الله تنتهي وين سي الباب تيحل البيبان باش تسد الباب واحد ربي تيحل البيبان قسما بالله. شكل وسيم ما خليناش يعوم انت عومنا شويه قصوا الماء ساميه. والله الا عيقتي بهذا الهموم ديالك اصاحبي بحال ما نعرف شنو عندك. دابا انا سوقي في راسي انا مريضه ربي اللي عندي وجوج قول لي باش مريضه. يلا جاوبيني جاوبيني باش مريضه. ديك الخمم من ولدي انا كنشوف ولدي كنخمم بيه باقي. ولدك انت اللي والده راحت عندنا امو انايا. انت ما عندك غير سرت عمر غير. انا جاني البرد اختي هامت وساليت كبير نجلس تما انت جايبني لهنا. ومال هنايا انت باغي تفرقع عليا اقسم بالله باقي ليا الكره نتي صافي اختي. ما بقيتش تغبني عليا انايا ولا غنوض نمشي في حالاتي نكذب عليك. انا ما جيتش باش نتغبن اختي. او نمشي نهضر صراحه نمشي نهضر. يلا نوضي نمشي وانا غنحيد الفيديو هذا وما بقيتش تهضري معايا. فيني شنوي عاشق هذاك ولدك بخير فرحان تشوفي دابا ضاحك صافي ماشي. وقولي الحمد لله وعباد الله واش الدري ناقصه رجل ناقصه ياك. كنت واقف مع جنبو وانا واقف جنبو دابا برا وجهو ولا سامي مش موقفش في جنبو. ماشي موقفش مع ولدك الهضره ديالك كتبين بانك انت زيرو. انا زيرو الدري اللي كينعس ماشي كيتخنقش ولا كيقابلني كنهزو ساعات كيرجع لنا وصحه عليك غتهزي. قلنا في السويسي الا ما هزيتيش يقدر يموت. يلا دابا الخلاصه ديال الموضوع غادي تنقول نهار الاربع نهارات غادي يوصل عاوتاني. غدا الثلاث وغدا غدا شنو دابا جاوبيني دابا غدا شنو؟ الماير يرتاح بعدا اللي يبغي ينعس يرتاح. هذا جبناه هنا باش يفوش شويه مسكين. استغفر الله العظيم. وانا السيد حكو دابا صا جينا للبحر جينا باش نبدلو الجو وبدلي هاد الجو عندي. يلا يلا صافي. يلا صاف صافك صافي. دابا بقيتونا غاديين بحالتنا كنسناو واحد شويه واحد الساعه غادي دابا للدار على ودي وسيم خفنا يزيد يضربوا البرد. ها هو وسيم صافي. هادشي اللي كاين غادي نمشيو بحالتنا للدار نديرو غدا اللي كنا غنديرو شي غدا. قال لك عاتي بغى الروز نشهي الروز مع محمد المصير وفلفله نمشي نصوبو صافي ونتغداو ونرتاحوا حتى نهار الاربعاء ان شاء الله. ولكن ولدي مازال مريض كنتما بانكم تجيو معانا حيت ما خرجوا لي لا دواء لا والو. عرفتي تعصبت عاوتاني انا كنعاني بالصغير وكنقابل وما كنعش كاع بصفه نهائيا نعس ما كنشوفوش كي داير. ولكن الحمد لله ان شاء الله دابا يبرا وسيم. ها هو دابا يبرا ان شاء الله بالتعاون ديالكم. ويلا راه كنبغيكم راكم في القلب حتى الفيديو جديد ان شاء الله. اي حاجه غنبقى نصورها عليكم. السلام عليكم. باي باي. عاشق علاه. يلا السلام عليكم. شوف 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 كيف داير. واو يا سلام ياك عاشق.
فهمتي يلا كما بغيتي. مرحبا بكم غادي نكازي صافي. ايوا نفوجوا شويه عرفتي، بقاو مقلقين.